شنب ما تجيش منك دي يا سمسم. يا اخويا بلا سمسم بلا كمون، هو في ايه؟ ده انا حتى بنت زي القمر ومخروطه بالحته، وبعدين بنت بنوت، لا خلفت قبل كده ولا اتجوزت، وانت بقى يا اخويا كده مرسوم رسمه لا قبلها ولا بعدها رسمه، في ايه ها؟ انا مرسوم؟ طب فين الرسمه دي؟ ده اللي مدهول على عيني معاك اهو. يا سلام يا اخويا، وهو اللي مدهول على عينه معايا ده مش يتنحرر ويعمل اي حاجه للي مدهولاه ولا المضيع من ايده؟ ماني هعمل. امتى؟ امتى يا فرج؟ لما عجز يا اخويا وامشي على عكاز ولا ما شعري يبيض وكرمش؟ لا لا ياسمين قبل كده ما تخافيش. يا ناري يا ناري منك ومن برود قلبك يا فرج. اسمع خلاص يا اخويا، انا جبت اخري معاك، عايزني تيجي تخطبني من بيت امي، يا اما بعد كده احنا مش هنشوفك تاني. حاجه والنعمه حاجه، هخطبك بس ما تقولش كده عشان خاطري. لا هقول علشان انا خلاص فاض بيا، فاهم ولا لا؟ احنا بقالنا كام شهر يا اخويا نلف في الشوارع زي العيال، وبعدين انت لو مش معايا كنت قلت ماشي اصبري يا بنت واستحملي واعملي باصلك، لكن انت قادر تتجوز بدل الواحده 10 يا فرج، يبقى ايه معنى ده؟ يا اما انت بقى بتلعب بيا يا مستخسر الفلوس فيا. لا والله يا شمشم والنعمه ابدا. فرج هي كلمه اخيره، احنا مش هنقابلوك تاني، عايز تشوفني يا اخويا تيجي تخطبني من بيت امي، وبعد كده مالكش صالح بيا في الشغل، ما اطلقش. قلتيلي ما بتتعشاش معانا، بقيت بتعشى في البيت. قلتيلي ما تتاخرش بالليل، ما بقتش اتاخر. ايه تاني اللي مضايقك يا كاظم؟ انت لسه بتروح المطعم ده بس بالنهار، انت فاكرني مش جيرانه باللي بتعمله؟ لا بقى، انت فعلا بتراقبيني. والله ابدا، وقلت لك قبل كده انت شخصيه عامه وتحركاتك باينه للناس كلها وبتوصلني. طب انا عاوز اعرف حاجه، ايه اللي مضايقك ان انا حابب اكله معينه وقعده معينه؟ انا مش شايف فيها اي حاجه. لا فيها يا كاظم بصراحه، بقى الست صاحبه المحل ده حواليها كلام كتير قوي. كلام ايه يعني؟ اهو كلام بقى وخلاص. طب وانا مالي بالكلام ده؟ يمسيني انا في ايه الكلام ده؟ بصراحه بقى اللي بيتكلموا بيقولوا انك بتروح علشانها. انا اعوذ بالله، واروح عشانها ليه؟ وبعدين مش عيب هانم زيك تظن ظن زي ده في جوزها البيه المحترم، وكمان لو شفت الست دي ما كنتيش تقولي الكلام ده خالص. ليه بقى؟ مالها؟ يا هانم دي ست عجوزه وتخينه وشكلها وحش خالص. خلاص خدني معاك اشوفها. حاضر يا ستي، لما اجي اروح هبقى اقول لك ونبقى نروح سوا. ماشي يا كاظم، لما نشوف. يا سلام، اما كانت ليله صلاه النبي احسن زي العسل. الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله الحمد لله. صابرين بخير يا محاسن، وربنا عالم بينا وعارف ان احنا عايزين نشتغل بما يرضي الله ونكسب لقمتنا بعرق جبيننا. وهناكل الشهد ان شاء الله يا اخويا. ان شاء الله. بكره تقول ما حسن قال، اصل خلاص البلد كلها عرفت ان الوكاله اتفتحت من تاني، بكره الزباين تهل والاشياء تبقى معدن. داني الحمد لله بفضل الله في الافتتاح بعت كتير قوي. بصي دول حصيله بيع القطاعي، امال بقى لما تيجي الفرص الحلوه بتاعت بيع الجمله. ربنا يزيد ويبارك يا اخويا. إيه؟ ما تقلقش يا سي ابراهيم، البلد هنا كلها محلات بقاله وخردوات، الكل هياخد منك وهينفعك. بس قول لي يا اخويا، هو انت ناوي يعني في الاول كده ان شاء الله تنزل الاسعار شويه؟ معلوم، لازم في الاول اجر رجل واكسب زبون، هي دي اصول التجاره. عندنا بيع السمك لما يبقى فيه صياد جديد عايز يتعامل بالجمله ينزل السمك بتاعه رخيص عشان الكل يجري عليه. وكل هيجري عليك وهيرمح، انت بس قول يا رب. يا رب. يا اخويا ده كفايه ان المحل لازق في باب البيت وتبقى داخل طالع علينا كده، بدل ما كنت بتقعد بالليالي في عرض البحر. عندك حق يا محاسن. والولا مصطفى وقت ما يعوزني يلاقيني. الولا مصطفى هو هيسيبك من اصله؟ هو بس. يوه يا سي ابراهيم، ده انت هتلاقيه بيلعب قصاد عينك ليل ونهار هو والبت هيام، دول بقوا صحاب قوي طول اليوم يلعبوا مع بعض ويجروا ورا بعض، لما فين في الاخر يتعب من اللعب يجي حبيب قلبي يترمي في حضني وينام. الحمد لله الحمد لله ان هو لقى حد من سنه يلعب معاه وحد ايه مضمون. اصل عم محفوظ والست بتاعته ناس طيبين قوي، ايه في كتاب. يو يا سي ابراهيم، ده طول عمرهم نعمه الناس. ام محمود دي كانت صاحبتي قوي، صحيح هي اكبر مني حبه لكن كانت صاحبتي الروح بالروح، وابو محمود كان صاحب ابويا تصور. النصيب غلاه. اي والله يا اخويا. بقول لك ايه بقى يا سي ابراهيم. أيوة. انت تقوم تريح كده وتنام كويس عشان باذن الله من الصبح بدري نفتح الوكاله بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اي والله يا اخويا، ده احنا ربنا رضانا من كل ناحيه، حتى من ناحيه الجيره الحلوه الطيبه. الحمد لله بعدنا عن المشاكل اللي كانت محوطانا من كل ناحيه، وهو يسهل لاي حد بقى بعيد عننا. حاضر. طيب السلام عليكم.
سلام وبركاته. ايه يا دنيا كنت فين دلوقتي؟ كنت في شويه مشاوير بشتري حاجات. ايه عاوز حاجه؟ اصل انا بصراحه كده مش مرتاح للي بيحصل ده. ايه يا اخويا، نسيت اسيب لك الرضع ولا نسيت اسيب لك الرضع؟ يا دنيا عيب يا دنيا، ده انت مخلياني طرطور ومفيش حاجه بعوزها بتعمليها لي، ولا مدياني في ايدي حاجه اعمل اللي انا عايزه. عايز ايه؟ قول اثر. انت مش مهتمه غير بنفسك وبطلباتك وباللي انت عايزاه، لكن انا طز. ايوه ما انا بقول لك هو عاوز ايه. يا واد الكسف على دم ده، انا بديك فلوس قد كده وبتصرف احسن من اجدحها به قبها، عاوز ايه تاني؟ بس انت لا راضيه تخلينا اشتري عربيه خصوصي ليا، ولا راضيه تخلينا اتجوز البنت اللي انا عايزها، وكل حاجه بامرك وكل حاجه بشرطك، طب اخرتها ايه يعني؟ يا حبيبي ده انا اختك حبيبتك اللي ما يهمهاش غير مصلحتك وبس. ماني من مصلحتي يا دنيا اجيب عربيه اروح واجي بيها، بدل ماني دلدول كده وما حكيتش حاجه. بس كده من عندي قبل العندي، اني بكره هخلي جمال افندي ينزل يلاقي لك كده عربيه صغننه محندقه على قد. ها قلت ايه؟ قلت تمام، بس لسه. لسه ايه تاني؟ عايز اتجوز يا دنيا. بس كده ماشي، هنقي لك عروسه زي القمر. لا انا عايز اتجوز البنت ياسمين. يا دي ياسمين. ياسمين ايه؟ ياسمين ايه المدهوله دي؟ يا ولا شيلها من دماغك خالص، ياسمين دي بنت مولعه بتلعب بالبيضه والحجر. بس بتحبني يا دنيا. حبها بورصه وعشرة خرز، دي بتحب فلوسك يا مدهول. البنت اللي زي دي مش بتاعه جواز، البنات اللي شبه دول نجيبهم كده عندنا في المحل يخدموا، تتمشى بيها شويه على الكورنيش، تلعب بدماغها. وبعدين انا عارفه كويس قوي انت اللي بتحبها ولا بتنيل، انا عارفه اللي في دماغك. بس عجباني يا دنيا. يا واد عجبك عشان مهوداك، شيلها بس انت من دماغك وانا هجيب لك حته بنت تتجوزها كده تبقى قمر تحل من على حبل المشنق، وبنت تبقى كويسه كده وشارياه. بجد يا دنيا؟ يب بجد بجد كمان. اما بقى ياسمين دي فسيبها عليا انا. وانا ذنبي ايه بس يا ست هانم؟ بره ما اشوفش وشك هنا تاني، فاهمه؟ طب انا عملت ايه؟ عايزه افهم بس يا ناس. عنك ما فهمتي يا اختي، انا صاحبه المال وانا صاحبه الشغل، اشغل فيه اللي انا عايزاه وبمزاجي. يلا طريق اخضر بره. طب فهميني بس يا ست هانم، حصل منها ايه؟ اسمعي يا بنتي، نصيحه مني كده لوجه الله، يوم ما تبصي بصي على قدك، بلاش تبصي لفوق لرقبتك تتكسر على صدرك. يا بنت الواد كان بيهزر وانت من خيبتك صدقتيه وخدتي كلامه جد. يلا يا جمال افندي، يلا ادي احسن خلاك طرق من هنا بره. حاضر. بلاش يا هانم ارجوكي قطع العيش، قولي لي بس عملت ايه واحنا نعاقبها. عملها اسود ومنيل، انا اللي غلطانه اللي بشغل عندي بنات لماما زي دول. ايه اللي حصل ده يا ياسمين؟ شفت المفتريه طردتني. يا ما قلتلك سيبك منه، اهديكي لا طولت بلح الشام ولا عنب اليمن، لا منك اتجوزتيه ولا منك حافظت على لقمة عيش. بس هو اكيد ما يعرفش يا جيجي، ده بيحبني قوي. ذاتك خيبه، بيحبك ايه؟ ده مش راجل، ده لدول لاخته، لا بيحل ولا بيربط. معلش انا ليا كلام تاني معاه، مش هسكت على كده ابدا. مش هتعرفي تعملي حاجه، ده جدع هايف ومتغطي بيه عريان. انتبهي انت لنفسك يا حبيبتي وعوضك على الله. لا مؤاخذة بيه، دنيا هانم وصلت بره. قول لها تتفضل. حاضر. اهلا اهلا يا دنيا هانم. اهلا اهلا كاظم بيه. الدنيا نورت. ميرسي، ربنا يخليك. انا كنت خايف انك ما تجيش. يا نهار ابيض، انا اقدر ارفض دعوتك؟ طب تحبي تقعدي فين؟ هنا ولا بره؟ اللي انت عاوزه. انا كنت قاعد بره. خلاص اوكي نقعد بره. طب اتفضلي. الله، مكان جميل قوي. مفيش اجمل منك يا دنيا. متشكر. على فكره ما تصوريش فرحتي بيك قد ايه. انا كمان فرحانه قوي، ولو اني يعني زعلانه منك شويه. يا خبر ابيض، ايه اللي ممكن يزعلك مني؟ اقول لك يا سيدي، بقى لك كام يوم ما جيتلناش المحل. ايه حد زعلك في المحل؟ انا زعلتك؟ انا ازعل من الدنيا كلها، انا ما اقدرش ازعل منك انت. دنيا هانم انت عارفه ان انا شخصيه عامه، حقيقة الناس ابتدت تتكلم وأفكارها تروح شمال ويمين، وأنا ما بحبش الكلام. مش مهم، تفضل تفضل. شكرا. تحبي تشربي حاجة ولا تتغدي؟ اللي تشوف. عموما الغدا جاهز. أي حاجة، بس قبل الغدا بقى أنا عايز أسألك سؤال مهم.
معنى كده يعني انت مش هتجينا المحل تاني؟ المشكله ان انا ما اقدرش ابعد عنك، ما اقدرش ما اشوفكيش، عشان كده انا بترجاكي ان احنا نتقابل هنا ونقعد مع بعض ونتكلم مع بعض زي الاول، ونبقى بعيد عن الناس وما تجيش فرصه لاي حد انه يتكلم او يسالك او يسالي. انا تحت امرك، انت ليك معزه كبيره قوي يا حمدي. خلاص انا موافقه اجي لك هنا. عموما انا عاوزك تطمني، الشاليه ده خاص بيا، محدش بيدخله غيري، يعني كده ضمننا سريه لقاءاتنا كلها. وانا اسف يعني ان انا بفرض ظروفي عليكي، والله العظيم غصب عني. لا لا اوعى تقول كده، انا يسعدني قوي اقعد معاك في اي حته. دنيا هانم، انا عاوز اعرف طبيعه حياتك الخاصه، يعني انا عاوز اعرفك واعرف كل حاجه عنك. الواضح كده مبدئيا ان حضرتك مش متجوزه، صح؟ كنت متجوزه. يعني مطلقه ولا ارمله؟ مطلقه. ومين الراجل عديم النظر ده اللي ممكن يضحي بحياته معاكي؟ هو كان بيشتغل ايه؟ كان تاجر، وخلفت منه ابني. يعني ليكي ابنه كمان؟ كان، وربنا افتكر. مات؟ ايوه، ده حال الدنيا، الله يرحمه. انا اسف، البركه فيكي. اشكرك. ها طب وانت بقى يا كاظم بيه؟ انا ايه؟ انا اسمع ان المدام بتاعتك هانم ولا كل الهوان، وكمان عندك ولاد يفرحوا. ايوه، بس المهم راحت الانسان في حياته. يعني ايه؟ هو انت مش مرتاح في حياتك؟ جميله هانم ست راقيه وناجحه، بس بكل اسف مفيش اي تفاهم بيننا، علاقتنا ببعض دايما مضطربه ومتوتره، ومفيش اي تواصل بيننا. غريبه. مش غريبه ولا حاجه، ما تصدقيش المظاهر يا هاني، احيانا الواجهه الاجتماعيه بتتطلب حاجات كتير، والمظهر العام مهم الراجل زيي، بس صدقيني انا في وحده مستمره رغم كل مشاغلي. يا كاظم بيه، أتاري مش أنا الوحدي اللي تعبانة في حياتي، أنت كمان زي حالتي. ويمكن لقائنا ده يكون عشان كل واحد فينا يريح التاني ويعوضه عن الحرمان اللي هو فيه. يا ريت يا كاظم بيه.